السلام عليكم أخواتي، كيف أنتم؟ رايك لبس عليكم، نتمنى يلقاكم عليكم وأنتم على أحسن حال. نوجد لكم أخواتي واحد الصالحية مجربة ومضمونة 100% بمكون واحد فقط، يعني نريد الأخوة في الحال وتل يعني اللي عنده تأخوة في الحال ونحن في المغاير بإذن الله والحمد لله. يعني هذا المكون هذا يعني تعودوا عليه الناس ديال القدام وجربوه ومجرب يعني عادة حطيت لكم في هذا الفيديو هذا، وشكرا لكم وتعاونوا يعني وديروا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، بارطاجيوه مع الأصدقاء مع العائلة، يعني اللي محتاج لهذا الفيديو هذا ما تبخلوش عليه. جزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.